السحابية أو المنطقة بنسميها إحنا الكلاود سيرفيسز. هذا بجزء بسيط لها تعرفي. استفادتنا من هذه المناطق إنه أنت بكل بساطة الشركات أو الدوائر الحكومية عم تستفيد إنها عم تنقل التكلفة الانفستمنت اللي عم تعملها هي بالهاردوير والسوفتوير وتدريب الموظفين كاملة بشكل سنوي إلى عبارة عن تكلفة عبارة عن هي إحنا ممكن نسميها بأبكس which is you know operational cost للهالسيرفر. هذه عم بتريح الشركات الحكومية أو الشركات بشكل عام من تعمل بادجتينج لهذا الموضوع كل سنة وتكلفات الصيانة. طيب هنالك تججب حقيقة من استخدام الحاسوب السحابية على الأقل حسب آخر الإحصاءات 40% فقط أو أقل من 40% من الشركات تستخدم هذه التكنولوجيا. كيف تنظر لمستقبل هذه التكنولوجيا في الأمد المتوسط على الأقل؟ سؤال جدا مهم actually. اللي عم بيصير قاعد إنه بالنسبة لحكيتك حضرتك تفضل فيها نسبة جدا عالية. إحنا شايفينه هذا الترند راح يصير جدا أكبر. خصوصا هلا القابليه على الحوسبه السحابيه مو بيبدا بالشركات الخاصه وهي دائما سباقه لهذا الموضوع. احنا كان شركه انفور عم نطلع على سبيشلايزد كلاود سيرفيسز. فاحنا عندنا هلا حاليا تقريبا 7 يعني كلاود سيرفيسز في كل شيء لكل اندستري او مايكرو فيرتيكال. اللي عم نشوفه حاليا انه عم تزداد الثقه بهذا السولوشن او هذا الترند بجراء انه زياده السكيورتي بجراء انه زياده مفهوميه العالم عن الموضوع. السيد رامي خوري مدير عام انفور شكرا جزيلا لك. شكرا. اذا هذا كل ما لدي.